بونجور. مرحبا نيكولا. كيفكم؟ اعلنوا انه رح يصير في كارثه وبدك تعزل حالك بملجا لمده اسبوع اما اكثر. عندك 30 غرض بديك تنقي 10 منهم. معك دقيقتين ووقتك ببلش هلا. اول المشاركين بتحدي الحصانه نيكولا. اللحمه بالملجا ليش؟ عامل باربيكيو؟ ما فيها تعيش بلا فواكه. عملت تشكيلة لكن الظاهر على هالسرعة لدقيقتين ما رح يقدوها. انتهى الوقت. جوال سريعة بالاختيار واضطرت تحمل بالإيدتين حتى ما يغدر الوقت. رانيا زعيمة الليحة أول شي فكرت فيه اللحمة والفواكه ويا ريت في خضرة. جوال أبو زيدان كانت خياراتها الأقرب للمعايير المتعارف عليها وفازت بالمرحلة الأولى. فوز جوال بالاختبار الفردي لوحده ما بيكفي وصار وقت الجزء الثاني من التحدي. كل واحد كل وحدة شو بدها. لا الكبريت أهم. كل شخص عنده أولوية. هيدي أفضل. لا هيدي ضرورية أكثر. أول شيء هيدي كثير مهمة. أنا هي في حتة هي كفاية. شو هيدي الجوز؟ جوز ايه حدا شوف أهمية هالشيء. لحمة خلينا. لا 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 بتنتزع دغري. ما بتضينك قبل تو دايز. أكيد لا كتير. اللحمة أكيد لا. هودي شو رفيق سوري ما بدكم نار؟ فيك تعيش على فواكه. شو خص النار بالفواكه؟ هول بدي أكلهم بدي أكلهم. شو أنا برأيي باخذ الراديو لأسمع الأخبار. جدل ما انحسم إلا مع صف الأغراض العشرة اللي توافقوا عليها وبيبقى نعرف مين اللي قدر يقنع زملائه بصوابية خياراته. بحسب المراجع العالمية حسب تأثير كل فرد على المجموعة باختياره أهم 10 أغراض فايزة هي جوال بوزيدان.